السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف نعم ونعم. شيخ، بس كان عندي واحدة قريبتي نعم كان عندي واحدة قريبتي أيوة خالتي هم بتشتغل في مكان مختلط وبتلبس بنطلون ونفقها أكتر من خالتك مختلط. تعمل في مكان مختلط وهي تلبس بناطيل. عيب على خالتك. ونصحتها أكثر من مرة أقطع علاقتي معاها. يعني إذا رأيت أن الهجران في الله يجدي هجرتها في الله، إذا رأيتها ستزداد شرا وفسادا فنحن لا نحب أن يزداد الشر والفساد. وفيهم صفة وحشة، بيقعدوا بكل يقابلوا أي حد بكل واحد بوش. يعني مثلا أكلمهم تروح تكلم حد ما عندي انتهى الكلام معي.